بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الوحدة الـ15 يونت 15 بعنوان ديدكشن، اللي هو الاستنتاج. ديدكشن اللي هو إحنا نستنتج أشياء من خلال جملة سابقة أو جملة جاية بعدها. فأنا أستنتج إنه أنا أقول أنا متأكد إن الحاجة دي حصلت أو ما حصلتش، او ممكن اقول ان انا غير متاكد. تعالوا ندخل في صلب الموضوع على طول. الاستنتاج ده يا جماعه بيتقسم معانا لجزئين، يا اما انت متاكد او انت غير متاكد، ما حي من الاثنين. يا اما انت متاكد من الحاجه دي هتحصل او حصلت يعني، او غير متاكد. فلو كنت متاكد احنا بنقسمها الى جزئين. الجزء الاول انت متاكد انه هيحصل او حصل يعني، او متاكد انه مش هيحصل، لن يحدث يعني، خلاص. فأنا عندي جزئين، الجزء الأول إن هو هيحصل والجزء الثاني مش هيحصل. فتعالوا نتكلم في الجزء الأول اللي هو إذا كنت أنا متأكد إنها هتحصل. بستخدم إذا كنت متأكد إن الحاجة دي هتحصل، بستخدم must زائد الإنفينيتيف المصدر، أو ممكن أستخدم must have زائد الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث. بستخدم ماست والمصدر في المضارع، وماست هاف والتصريف الثالث في الماضي. يبقى انا عندي متاكد وان هيحصل الحاجه دي، خلاص انا متاكد من حدوثها وانها هتحصل او حصلت، بستخدم ماست زائد المصدر او ماست هاف والتصريف الثالث، ده في الماضي. طيب اذا كنت انت متاكد انها مش هتحصل، ركز معايا، انا مش بقول انك مش متاكد او لست متاكدا، لا، ده انا بقول لك انت متاكد 1000000%، بس متاكد انها مش هتحصل. فانت بتستخدم حاجه من الاثنين اللي هقول لك عليهم دلوقتي، يا اما هتستخدم كانت زائد الانفينيتيف المصدر، او انك تستخدم كانت هاف زائد الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. ده لو انت ايه بقى، لو انت متاكد. لو انت متاكد فانت عندك حاجه من الاثنين، بقول تاني، يا اما هتحصل يا اما متاكد انها مش هتحصل. طيب لو انا متاكد من الحاجه دي، متاكد يا جماعه ركزوا معايا في كلامي، متاكد انها هتحصل، زي لما اقول ايه مثلا، دكتور مجدي is a famous surgeon، يعني الدكتور مجدي جراح مشهور. اسمع كده اللي جايه دي، he must be clever، اكيد هو ذكي او ماهر، عنده مهارة. فهنا بقول الدكتور مجدي مشهور، يبقى اكيد ان هو clever، يبقى انا متأكد من الشيء ده انه هيحصل. طيب اديني مثال كده على اني اذا كنت متأكد من الحاجة دي بس في الماضي. اقول لك she must have been telling the truth، هي اكيد انها كانت بتقول الحقيقة. everyone said the same thing، كل الناس قالت نفس الكلام ده. she must have been، هو التصريف الثالث، been telling the truth، هي اكيد بتقول الحقيقة او كانت بتقول الحقيقة، لأنه كل الناس قالت نفس الكلام اللي هي بتقوله. ده لو أنا بتكلم على التأكد إنها هتحصل. طيب أنا ممكن أكون متأكد من الحاجة بس متأكد إنها مش هتحصل، فبقول إيه بقى؟ بقول يا إما كانت والمصدر في المضارع، أو بتستخدم كانت هاف والتصريف الثالث ده في الماضي. المثال لما أقول they have، هما بيمتلكوا a big villa، هم معاهم فيلا كبيرة جدا. they can't be poor، لا يمكن أن يكونوا فقراء. يبقى ده أنا عندي استنتاج، والاستنتاج ده أنا متأكد منه، بس متأكد إن الحاجة دي ما بتحصلش، أقول هم أغنياء مش ممكن يكونوا فقراء. طيب لو عندي استنتاج بقول متأكد من الحاجة دي بس إنها ما حصلتش بس في الماضي، أقول the manager is
in a terrible mood. يعني ايه المدير؟ في حالة مزاجية terrible، سيئة. The meeting، الاجتماع، can't have been good. الاجتماع مش ممكن يكون كويس. يبقى انا هنا عندي استنتاج متأكد منه، بس انا متأكد من عدم حدوث هذا الشيء، فقلت can't have been. المدير في حالة مزاجية سيئة، فالاجتماع مش ممكن يكون الاجتماع جيد. دي أول جزئية، ولو فهمت الجزئية دي اعتبر درس النهاردة خلص معاك خالص. دي أكتر جزئية احنا بنتلخبط فيها. احنا دايما بنلخبط بين إنه أنا متأكد من الحاجة دي مش هتحصل، أو إنه أنا غير متأكد. لا يا جماعة، بنقول بنستخدم كانت والمصدر، أو كانت هاف والتصريف الثالث، لما أكون متأكد من عدم حدوث الشيء. طيب لو كنت غير متأكد بقى بتعمل ايه؟ لو كنت غير متأكد سهلة جدا، بستخدم كلمة مايت. مايت معناها ربما، زائد الانفينيتيف يجي وراها المصدر، او ممكن استخدم مايت هاف زائد الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف التالي، دي في المضارع ودي في الماضي. مايت والمصدر مضارع، ومايت هاف والتصريف التالت ده في الايه؟ ده في الماضي. طيب تعال هات لي كده مثال على عدم التأكد، اذا كنت انت مش متأكد من عدم حدوث هذا الشيء. مش متأكد بقول، زي لما اقول ايه بقى؟ she might be in the library، هي احتمال تكون في المكتبة. I have no idea، I have no idea، ليس لدي أي فكرة، يعني أنا ما أعرفش، يعني أنا مش متأكد. فإذا كنت أنت مش متأكد بتستخدم كلمة إيه؟ بتستخدم كلمة might. طيب لو كنت أنا متأكد، غير متأكد من حدوث الشيء ذاتي بس في الماضي، أقول مثلا I was out، كنت بالخارج، خارج البيت، this morning، هذا الصباح، he might have tried to phone me. هنا بقول أنا كنت خارج البيت، I was out، كنت خارج المنزل، this morning، هذا الصباح، احتمال يكون إن هو حاول يتصل بي، فأنا غير متأكد، لأنه أنا هنا عندي دليل اللي هو إن أنا كنت خارج البيت، فأنا مش متأكد إذا كان هو اتصل بي ولا لأ. يبقى نلخص درس النهاردة في كلمتين بسيطين جدا خالص. انت عندك حاجة من الاثنين، لما تدخل الامتحان ويجي لك سؤال زي كده، غمض عينك وتذكر الرسمة دي، الصورة اللي قدامك دي دلوقتي. الديدكشن جزئين، يا اما متأكد او غير متأكد. متأكد انه هيحصل، او متأكد انه مش هيحصل، او انك غير متأكد. لو متأكد وانه هيحصل بتستخدم must والمصدر، او must have التصريف التالي. لو متأكد انه مش هيحصل، لا يمكن يحصل، او مش ممكن يكون حصل خالص، ومتأكد 100% you are sure، بتستخدم can't، او can't والمصدر، او can't have والتصريف التالي. اما اذا كنت غير متأكد فدي سهلة جدا، بنستخدم might والمصدر، او might have والتصريف التالي. طيب دلوقتي نتوجه لجزئية سهلة جدا. الجزئية دياتي اللي هي بتتكلم عن اللوم والندم والعتاب. لما اكون نادم او بعاتب حد او بتكلم عن لوم، بستخدم العبارة دي، بقول should have زائد الباست بارتيسيبل، او ممكن استخدم حاجه بدالها اسمها ought، وخلي بالك ought دي لازم يجي وراها to، ought to، واجيب وراها have زائد الباست بارتيسيبل. دول بيستخدموا في ايه بقى، او ايه معناهم دول؟ دي معناها انه كان من المفترض ان يفعل كذا، يعني يفعل ذلك الشيء، ولكنه وللأسف ماله لم يفعل. يعني أنا بقول كان المفروض إنه يعمل كذا، لكن لو جيت دورت في الحقيقة هتلاقيه ما عملش الحاجة دي. زي بالظبط لما أقول إيه، أقول لك you should have come، خلي بالك come ده تصريف تالت، you should have come earlier، كان المفروض انك تاجي بدري، the manager المدير
is angry، المدير very angry، غاضب منك جدا. كان المفروض انك تيجي بدري شوية، لكن لو جينا دورنا عليه فعلا هنلاقي انه هو ما جاش بدري، فلذلك انا بألومه هنا، بوجه له اللوم، بقول له كان المفروض انك توصل بدري، المدير غاضب لانك انت ايه، لانك انت تأخرت. طيب العبارة الثانية اللي هي النفي بتاعها بنقول shouldn't have زائد ال past participle، أو أقول ought not to، دي كلها وأجيب بعدها have زائد ال past participle التصريف الثالث. ودي بقى معناها إيه دي؟ معناها لم يكن، ما كانش يعني، لم يكن من المفترض أن يفعل كذا، يعني ما كانش المفروض نعمل الحاجة دي، ولكنه وللأسف فعلها، للأسف إن هو فعل الحاجة دي. فلما تيجي تدور نقول كان المفروض إنك ما تعملش كده، اللي أنت عملته ده ما كانش المفروض إنك تعمله، لكن تعال ندور كده في الحقيقة نلاقي عمل عكس الشيء ده ياتي. زي لما أقول you shouldn't have arrived late، لم يكن من المفترض أن تصل متأخرا for the exam، ما كانش المفروض أنك توصل متأخر على الامتحان. you missed، فاتتك about حوالي half an hour، فاتك حوالي نصف ساعة. يبقى هو معناها كده ان هو ايه، ان هو وصل متأخر، فانا بقول له ما كانش المفروض انك توصل متأخر. ليه؟ لانه نص الامتحان فاتك، فلو جيت دورت عليه هتلاقي انه هو وصل متأخر بمقدار نصف ساعة. فهنا بنقول ما كانش من المفترض انك تعمل كذا، لكن للأسف انت فعلت هذا الشيء، وكان المفروض انك ما تعملهوش اصلا يعني. فالجزئية دي ودي بتحتاج لترجمة كويسة، انك تترجم الجملة مظبوط وتقرأ الجملة لحد آخر. والله يا جماعة درس جميل وبسيط جدا وسهل خالص، الدرس كله بيتلخص في جزئيتين. الجزئية الأولى أنت بتتكلم عن التأكد اللي هو الاستنتاج deduction، فأنت متأكد إنها بتحصل أو متأكد إنها مش هتحصل، أو إنك حاجة تانية إنك تبقى غير متأكد. النص التاني في درس النهاردة اللي هو بيتكلم عن الإيه، عن اللوم والندم والعتاب، يا إما بيستخدم should have التصريف الثالث أو معاها ought to، طبعا تنفع بدل should لو ما لقيت الشود يعني، ما تاخدش اوت على كده، اوت تو، او انك بتستخدم شودنت هاف التصريف الثالث، او تحذف شودنت وتحط بدالها اوت نوت تو. لحد هنا نكون خلصنا شرح درس او قاعده الوحده ال15، ودلوقتي يلا بينا على كتابنا الجميل، كتاب المعاصر، نبدا نحل التدريبات. يلا بينا يا جماعه. اول حاجه هنبدا يا جماعه من تدريبات امتحانات الثانويه العامه السابقه ونماذج الوزاره التجريبي. السؤال الاول بيقول سامي didn't take his keys، سامي لم ياخذ مفاتيحه معه. He can't have seen them، مش ممكن يكون شافهم، استحالة انه يكون شافهم، اكيد عشان طبعا المفاتيح مش موجودة معاه. يبقى انا متأكد من عدم حدوث هذا الشيء، ولو قلت must يبقى انا اكيد بقول شافهم. طب لما هو شافهم ما اخدهمش ليه معاه؟ يبقى اجابة must دي خاطئة، نستخدم can't. number two I have seen her car outside، انا شفت العربية بتاعتها برا. she must have arrived، اكيد ان هي وصلت، فده دليل على انها وصلت وانا متأكد، فانا بقول must have arrived. ما ينفعش اقول can't have arrived لما هي ما وصلتش، ازاي عربيتها موجودة برا؟ طيب number 3 we don't know، نحن لا نعرف. when earthquakes happen، احنا مش عارفين الزلازل بتحدث امتى، احنا مش عارفين الصراحة. فبيقول they can't be predicted، مش ممكن نستطيع ان نتنبأ بهم، مش ممكن ان احنا نتنبأ بالزلازل، ودي حاجة متأكدين منها. Number 4 that watch، هذه الساعة have cost a lot of money، تكلف الكثير من الأموال. it's made of plastic، مصنوع من البلاستيك، يبقى مش ممكن يكون بتكلف أموال كثيرة، دي بلاستيك يا جماعة، فمش معقول تكون بتكلف أموال كثيرة، أنا متأكد عشان هي بلاستيك ورخيصة، فأنا مش ممكن هستخدم must، لأنه أنا كده بقول أنا متأكد إنها من أموال غالية يعني وسعرها غالي. أما ما بقول احتمال، طب إزاي تقول احتمال وهي مصنوعة من البلاستيك؟ Number 5 دكتور أحمد is a famous surgeon، دكتور أحمد جراح مشهور. he must be clever، أكيد إن هو رجل ذكي. he can hardly، بهاردلي دي معناها بالكاد،
he can hardly walk, هو بالعافية بيقدر يمشي يا دوبك. he must be very ill, أكيد إن هو إيه؟ أكيد إن هو عيان. ممكن حد يقول لي طب ما احتمال يكون مثلا عامل حادثة أو احتمال يعني؟ طيب فين كلمة ميت هنا؟ ما عنديش ميت. طب لو كانت ميت موجودة يا سيدي، لما تكون موجودة نبقى نتكلم عليها، لكن إيش موجودة؟ فإحنا بنقول هنا must be very ill, أكيد هو مريض. Number 7, nothing is kept in the fridge, ولا حاجة موجودة في الثلاجة. He have eaten all the food, أكيد أكل كل الأكل اللي موجود في الثلاجة. ليه؟ لأنه ما فيش ولا حاجة موجودة في الثلاجة، خلاص بقت فاضية، يبقى هو أكلها. must have eaten all the food. Number 8 بيقول no one is sure، محدش متأكد. where علي is، طالما محدش متأكد ومحدش عارفه هو فين، يبقى الإجابة هتبقى ميت ربما. we think he might have gone to see his uncle، احتمال يكون راح لمين؟ راح لعمه. نمبر 9، they left 2 hours ago، هم غادروا منذ ساعتين، يوم ساعتين مشي. so they arrived by now، وصلوا ولا ما وصلوش؟ الله اعلم. ده بيقول it's not far، انها ليست بعيده، اكيد وصلوا يا جماعه. بيقول المشوار او المسافه دي قريبه، ليست بعيده، وهم مشوا من ساعتين، يبقى اكيد ان هم وصلوا. نمبر 10، I can't find my handbag، انا مش لاقي الشنطه بتاعتي. someone، شخص ما، it by mistake، اكيد في حد اخذها بالخطا. انا ممكن اقول ميت هنا، بس والله يا جماعه ميت مش موجود عندي في الاختيارات، فانا بقول هنا must have taken، اكيد في حد اخذها by mistake، عن طريق الايه؟ عن طريق الخطا. نمبر 11، winning the first prize، الفوز بالجائزه الاولى. last year، العام الماضي، السنه اللي فاتت. must have made علي very happy، اكيد خلت علي فرحان جدا. انت بتتكلم عن last year اهو، ما ينفعش اقول must والمصدر اساسا، حتى must والمصدر مش موجوده يا جماعه، خلاص كده. طيب نمبر 12، I can't remember، لا اتذكر. where I had left my mobile phone، انا مش عارف الموبايل سبته فين، يعني انا مش متاكد. وكمان بيزود عليها بيقول ايه بقى؟ بيقول I am not sure، انا لست متاكدا، يبقى might have left، احتمال اكون سبته at home. نمبر 13، it very windy، يعني الجو به رياح او عاصف. during the night، اثناء الليل. طب متأكد ولا مش متأكد؟ بيقول there are leaves، يوجد أوراق شجر. all over the ground، على الأرضية كلها. فأنا أقول هنا must have been، أكيد الجو امبارح كان ويندي، لأن أنا لما صحيت الصبح وببص كده في الشارع لقيت الشارع كله إيه؟ فيه leaves، أوراق شجر في كل الأنحاء، يبقى must have been. ما ينفعش أقول must be، عشان إحنا بنتكلم على last night، الليلة الماضية. number 14، بيقول رامي has a broken arm، رامي ذراعه مكسور. he off his bicycle in the race، يكون وقع من الايه؟ من العجله بتاعته في السباق، يبقى must have fallen. وممكن تبقى ميت، بس مش ميت والمصدر، لان احنا بنتكلم عن السباق، والسباق ده خلص، وبيقول ذراعه مكسور، فمش معقول بنقول هيوقع او بيوقع دلوقتي، لا ده وقع بدري خلاص، يبقى احنا بنتكلم على استنتاج في الماضي هنا، might have fallen. number 15، بيقول the cup، الفنجان، is empty، فارغ. فالمستر حسن اكيد طبعا drunk، وهنا تصريف ثالث، فاقول must have drunk، اكيد شرب هذا العصير، شرب العصير كله، يبقى must have. ما ينفعش اقول must have been وبعدين اقول drunk. في حالة واحدة بس ينفع اقول must have been، وهي ايه يا جماعة؟ بلاش تخلوا بالكم معاه. الحالة الوحيدة اللي تنفع فيها must have been ان انا ابدا هنا الجمله دي مش بمستر حسن، امال ابداها بايه؟ ابداها بالاورنج جوس او ذا كب، اقول ذا اورنج جوس ماست هاف بين درانك شرب خلاص باي مستر حسن. لو كنت بادئ بمين؟ لو كنت بادئ هنا بالاورنج جوس. نمبر 16، بيقول هنا شي didn't see her brother، هي لم ترى اخيها this morning، هذا الصباح لما صحيت ما شافتش اخوها، يبقى اكيد هو غادر الشقه بدري، يبقى هنا حنقول he must have left، اكيد هو غادر الشقة مبكرا خلاص بدري خالص، فهي عشان كده ايه؟ عشان كده ما شافتهوش. نمبر 17، she have caught her bus، لحقت الاتوبيس او ما لحقتوش يعني، because she would have been here by now. by now يعني قبل دلوقتي، يعني منذ فترة كان المفروض انها تكون وصلت، يبقى هي لحقت الاتوبيس؟ لا، she can't have caught، مش ممكن يكون لحقت الاتوبيس لانها ما وصلتش لحد دلوقتي. نمبر 18، there is water all over the floor، الأرضية
كلها عليها مية، مليانة مية. You to turn off the shower. أكيد إنك نسيت ما تقفل الإيه، تقفل الدش، فهنا must have forgotten، أكيد إنك نسيت to turn، أن تطفئ the shower. Number 19 use the door، الباب. It was open، كان مفتوح. When I got home، لما أنا وصلت البيت لقيت الباب مفتوح، فأنا أكيد قفلته ولا ما قفلتهوش؟ ما قفلتهوش، يبقى you can't have locked، مش ممكن يكون قفلته. Number 20 what a pity، يا للهول. He is bleeding terribly. Bleeding معناه ينزف، هو ينزف بشدة أو بغزارة مثلا. He have had an accident، تعرض لحادث، يبقى أكيد تعرض لحادث، ما فيهاش احتمال دي بقى، ما ينفعش أقول هنا ميت ولا أقول أي حاجة، لا، هنا he must have had an accident، أكيد تعرض لحادث. طيب number 21 بيقول she have gone far، راحت بعيد. I just saw her car، أنا لسه شايف عربيتها. leave تغادر، a minute ago، يعني أنا لسه يا دوبك شايف العربية بتاعتها متحركة دلوقتي على طول، فأنا ما ينفعش أقول هنا هي بعدت، راحت بعيد، gone far، لا، she can't، مش ممكن يكون راحت بعيد، لأن يا دوب يا جماعة أنا لسه ببص أهو وشايفها متحركة بالعربية بتاعتها. Number 22 نادية lived in England for 20 years، نادية عاشت في إنجلترا لمدة 20 سنة. So she must speak English well، أكيد بتتكلم إنجليزي كويس. Number 23 he be cold، يكون بردان. He isn't wearing a jacket، هو لا يرتدي جاكيت، يبقى he can't be cold، لا يمكن أن يكون يشعر بالبرد، يعني الشخص اللي قدامنا ده عشان مش لابس جاكيت أكيد مش حاسس إيه، عشان هو مش حاسس بالبرد. Number 24 طبعا هو السؤال رقم 23 ده سؤال غريب جدا يعني، فأنا ممكن أقول هو أكيد بردان عشان مش لابس جاكيت، وممكن أقول هو لا يشعر بالبرد علشان هو مش لابس جاكيت، لو كان لابس جاكيت كان قلنا عليه إن هو بيشعر بالبرد، أو لو كان بيشعر بالبرد كان لبس جاكيت، لكن هو مش لابس جاكيت، أوكي؟ فتنفع إيه؟ تنفع الاثنين must وكان، لكن هو السؤال جاي في كتاب المدرسة مكتوبة can't be cold. Number 24 they lunch، والفعل الموجود هنا عندي had، يعني يتناول، تناول الغداء. طعامهم لسه موجود في التلاجة، طالما الطعام موجود في التلاجة يبقى لسه لم يتناولوا اللانش، يبقى can't have had. Number 25 the tourist، السائح، American، أمريكي، because he had an English guide book، معاه كتاب باللغة الإنجليزية أو دليل إرشادي باللغة الإنجليزية. أنا أقول هنا might be، احتمال يكون أمريكان، هو بس الأمريكانز بس هم اللي بيتكلموا إنجليزي أو بيقولوا إنجليزي، ممكن يكون مثلا إنديان، ممكن يكون مثلا بريتن، بريتش مثلا يعني، ففي كذا دولة بتتكلم باللغة الإنجليزية، فمش لازم يكون هو أمريكي، أو أقول مش ممكن يكون أمريكي، لا، هو احتمال يكون أمريكي. Number 26 my uncle، عمي، today I have no idea، ليس لدي أي فكرة، يبقى might not return، أنا عايز might علشان بقول I have no idea، I am not sure، أنا لست متأكد. Number 27 we didn't see Tarek at the sports club today، إحنا النهاردة ما شفناش Tarek في النادي. He be busy، فهنا نقول he might not have been busy. إيش معنى أخذت الماضي هنا؟ طب ما كان ممكن تستخدم might، احتمال يعني، يقولك لا، إحنا مش بنقول we didn't، نتكلم في الماضي، وطالما الكلام هنا في الماضي بنقول ما شفناش طارق، يبقى اكيد او احتمال او من الممكن، المهم ايا كان، بس نستخدم فين؟ نستخدم في الماضي. طيب انا ممكن اقول must have been، اكيد كان مشغول، ايه عرفني؟ ممكن يكون مريض، ممكن يكون مسافر، فانا مش متاكد، يبقى هستخدم might. نمبر 28 in summer، في الصيف، tourists، السياح، should wear a hat، لابد ان يرتدوا قبعه، and sit in the sun، out not to، ليس من المفترض ان يجلسوا فين؟ ان يجلسوا في الشمس او يتعرضوا للشمس. خلي بالك ما فيهاش اقول out not عشان ما فيهاش to، اقول out not to. Number 29 you late for your exam، تاخرت على الامتحان. You missed about half an hour، فاتتك حوالي نص ساعة، فاقول لك هنا you shouldn't have arrived، لم يكن من المفترض ان تصل متاخرا على الامتحان عشان فاتتك نص ساعة، فانا هنا بألومك خلاص او بعاتبك. في نمبر 30 I am sorry، معذرة، I come on time، طب انا اذا كنت بعتذر يبقى انا اكيد ما وصلتش في الوقت، فانا بقول I am sorry، انا اسف، I ought to have come، زي بالضبط لما اقول should، هنا اعتبر ان ought to دي متشالة ومحطوط بدالها should، فاقول I should have come،
كان من المفترض أن آتي أون تايم في الموعد المحدد، عشان كده أنا بعتذر. فأنا بستخدم هنا ought to have، وكم دخلوا بالكم مش مصدر وبس، لا ده تصريف ثالث يا جماعة. يبقى هنا في رقم 30 أخذنا حرف البي. لحد هنا نكون خلصنا أسئلة الامتحانات السابقة وأسئلة الكتاب المدرسي والورك بوك. أتمنى إن شاء الله يكون الدرس ده مفهوم بإذن الله، وما تنسونيش من دعواتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.